السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم تعتبر أول محاضرة ضمن الخيار الثاني بعد ما كملنا الخيار الأول اللي هو خاص بالووتر شيد سيت أب، ننتقل على الريزرفوار نتورك. ننتبه من قبل ما ننتقل للريزرفوار نتورك، المفروض أنت يكون عندك بالووتر شيد سيت أب أكثر من منطقة ريزرفوار حتى يسوي لك شبكة بيناتهم. فأسان عندي هنا وضحت أهم سدين عندي أو أهم خزانين، خزان سد حديد اللي أنا أريد الريزلت إليه، والخزان الثاني هو الفرات ريزرفوار اللي هو سد خزان الفرات أو سد الثورة احنا نسميه، موجود ضمن منطقة سوريا. وأكو خزان ثالث هو كيبان بعيد جدا، فإحنا راح نسوي بين خزانين. الخزان اللي نطلع النتائج هو حديثة ريزرفوار. ننتقل على الريزرفوار نتورك. من انتقل لازم انا هاي الاوبشنات اللي هناك سويتها تتفعل هنا. فاول خيار اصلا لو تروح تختار هنا نضغط على مثلا ريتش، اضغط كنترول واريد ابلش مثلا على هذا النهر اسوي ريتش، يقول لك بليس كرييت انشئ واذا انت ناشئ فاول الريزرفوار نتورك فيرست. لازم اول شيء تسوي الريزرفوار نتورك فيرست، فتروح على نيو. احنا ما مسوينها فيرست، راح نسويها، هي محاضرتنا لهذا اليوم هو تو كرييت، فاسميها ريزرفوار ار اي اس ضمن الفاينل ووركس. لو الفاينل ووركس الفاينل ووركس النهائي هذا هو، تمام. فاقول له نيو، هسه هنايا انشئ لي اياها. تقدر انه انت ايضا تسويها ضمن النتورك ار اي اس ديسكريبشن، تنطيها ضمن الفاينل ووركس، لان انت تلقائيا هنا لما راح تشتغل عليها راح تاخذ على هذا التفعيل او هذا الاوبشن. فقبل شوي اذا تنتبهون انه ظهر لنا خطا، كان شنو سبب مشكله الخطا انه ما يقبل يتفعل ويظهر لي فولت؟ لاحظ هسه انا قبل ما انتقل لهذه الخطوه لو راجع اني مثلا للريزرفوار او الووتر شيد سيت اب، تمام طبيعي جدا. نرجع هنا نكتب اول شيء، ارجع افتح انا شو مسوي، شنو سبب الخطا؟ فاتحه الملف الاصلي مال البرنامج اللي يقول انه لازم يكون لوك يعني ينقفل، ما يصير انه انت تفتحه وتشتغل عليه. فهسه لاحظ كان وين الخطا، انه انا داخله على الموقع الـ يعني الحساب او الموديل اللي اشتغلت عليه فمفتوح طبيعي جدا، فدا اشتغل على الريزرفوار بهذا الشكل، فغلقه هذا للاسفل. فمن انتقلت سويت يعني ايش يقول فولد تو لوك لغلق الريزرفوار سيستم نتورك، فشنو اسوي؟ اقول له اوكي. فشنو اسوي؟ تروح تغلق هذا الاصلي بهذه السهوله. هسه نروح على النتورك، تقدر تقول له اوبن نتورك سيف تشينج تو نتورك بهذه الصيغة. هنا كله سيف، شنو اسمه؟ اسمه نتوركس، احنا مسمينه كونفيجريشن مرتبط مع القادسية ريزرفوار بهذه الصيغة نتورك. تقدر تلغي النتورك القديم اللي عندك مثلا هذا موجود، قله ديليت يس بهذه السهولة. نجي هسه على الريزرفوار نتورك، احنا سميناه حاليا اسمه ريزرفوار نتورك. فشنو سوينا؟ رحنا على نيو سيف تشينج، اي نعم يس ريزرفوار نتورك اوت كونتينيو يس. فهسه نجي هنا كرييت نيو ريزرفوار نتورك، فطبيعي جدا انه يصير خلق هذا بس يضير ضمن القادسيه ريزرفوار. اسمه هنا نسميه نتورك ووركس، فأقول له نيو بسهولة راح نقدر نفتحه ونستخدمه، يصير إنه كونفيجريشن وياه. فهو هذا السبب اللي مثل ما تلاحظون أو لقيناه الكونفيجريشن هنا إنه سوانا اثنين ريزرفوار، الريزرفوار الأول والريزرفوار الثاني. هسه اذا اول فقره نسويها نشتغل على النتورك، لازم احنا نفتح من تقول له هسه اوبن، روح افتح لي مثلا، نقول له يس تو اول يس تو اول. هسه نجي هنا نقول له اوبن
فهسه مجرد ما احنا نريد نحتاج نروح نفتح مباشرة يعني الريزرفوار او النتورك اللي احنا نريده بهذه السهولة، اللي هو خاص بمن بالنتورك، لان ضروري جدا يعني نتعامل وياه هذا الموضوع، لان اول فقرة نسويها ضمن الريزرفوار نتورك هو خلق نتورك جديد، نتورك جديد، ولازم شنو تسوي؟ تغلق الامتداد اللي خاص بي اللي انت مشغله. هاي اهم فقرة لازم ننتبه لها. اذا اول فقرة سوينا خلقنا النتورك اللي هي ضمن الريزرفوار نتورك، كل خطوة نسويها نقولها سيف، سيف ووتر شيد، نسيفها ضمن الووتر شيد. نجي هنايا ضمن النتورك ايضا تقدر تسيفها، تقولها سيف للنتورك الخاصة بك اللي انت بتشتغل عليها. هاي ضروري جدا ننتبه لهذا الموضوع. هسه بعدها راح ننشئ الخطوة اللي بعدها او الفيديو اللي بعده، راح نتعلم شلون ننشئ كرييت نيو ريفر على الستريم الاصلي. هاي جدا ضروري ننتبه لها. الى هنا ينتهي الفيديو الخاص بنا هذا اليوم اللي هو كرييت نيو نتورك باول خطوة ضمن الريزرفوار نتورك. اذا عندكم اي سؤال او استفسار تقدرون تراسلونا على القناة ان شاء الله نجاوبكم، واذا المشكلة تحتاج الى يعني تفصيل اكثر ممكن نسويها لكم بفيديو مخصص لها. الى ذلك الحين نلتقيكم ان شاء الله بفيديو اخر. دمتم بامان الله وحفظه.